السلام عليكم. سنة ستة هنرجع مع بعض زمن المضارع البسيط، هنحل شوية أسئلة. مرة فاتحة هي من كتاب الباهر، هنحل من كتاب المعاصر. ما تبصليش كده حبيبي، يلا. نمبر 1، my brother likes dates. أخويا بيحب البلح. He never eats them. هو أبدا ما بياكلوش. حلو، منين بيحبه ومنين أبدا؟ خلاص، يبقى عكس never always. يبقى هنكتب هنا always. always فين؟ عشان برضو مش هعرف اكتب على التليفون دلوقتي. always اهي تحت في number 5، هتلاقوا always اهي. خلاص، عكس never always. always دايما، never ابدا. بس لازم نفهم الجمل كويس. يعني مثلا سنة 5 و4 المضارع البسيط فيها كانت بصمجة، حفظت القاعدة حط. لكن في سنة 6 مش بصمجة، فهم. انتوا لو ما فهمتوش الجملة هتضيعوا في الحل. number 2، she never eat unhealthy food. هي ابدا تاكل طعام صحي. طيب هي eat غلط ليه؟ عشان she بتاخد. برافو عليكم. يبقى she eats، هنزود اس بس، ماشي. عشان never لو قبلها فعل مفرد يبقى الفعل اللي بعديها فيه اس. اوكي ماشي. نمبر 3، how often؟ ده علامة استفهام بمعنى كم عدد المرات. do علي do sports؟ هو تكوين السؤال في زمن المضارع البسيط بنستخدم do كفعل مساعد ولا بنستخدم do does؟ صح؟ do لما نلاقي الفعل جمع، و does لما نلاقي الفعل مفرد. طب ما هو علي مفرد يبقى does، يبقى هنا هنحط does. عاملينه كده اوكي؟ طيب امال انتوا كنتوا عاملين دوشة على ايه؟ سبعة تمام ماشي تعال. اوكي 4، they play usually. طيب هو على طول بقى من غير تفكير احنا هنبدل، بدل هتبقى usually play لان ظروف التكرار لازم تيجي بعد الفاعل، بعد الضمير. ماشي، انه صهيب يا جماعة، ان هو بيشرح. ولو في verb to be، verb to be هو اللي هيجي قبل الفاعل، بعد الفاعل. ماشي. Number 5، we always walk to school. دايما بنمشي المدرسة because عشان our school is very far. مدرستنا بعيدة قوي. منين هي بعيدة ومنين احنا دايما بنمشي لها؟ يبقى never، يبقى هنكتب هنا never. خلاص باك، انتوا عاملينها. طيب Number 6، انا لسه هاجي للي انتوا عايزين. Number 6، my sister and I، اختي وانا. اختي وانا هناخد ضمير ايه؟ وي، احنا. طيب sometimes، احيانا plays، بما اننا هناخد ضمير يبقى هنشيل الاس وهنكتب play. طيب 7، اللي انتوا مش عارفين بقى. بقى he studied hard. studies hard، sorry she studies hard. هي يعني بتذاكر بجد، بتعمل مجهود وهي بتذاكر hard. so شي، لذلك هي never gets a good grade. هي ابدا ما بتجيبش درجات عاليه. منين؟ طول الوقت studies hard. ومنين؟ ابدا. يبقى عكس never always، هي دايما بتجيب درجات عاليه. يبقى هنا always. اللي بعديها اوكي. he often، هو غالبا. reading ازاي؟ هنشيل الاي ان جي ونحط اس. ريدز، ازاي احط اس جنب الاي ان جي عشان كده؟ لا، انت هتشيل الاي ان جي اصلا ما دام في اوفن ظرف من ظروف التكرار اهو، يبقى ده مضارع بسيط مش مضارع مستمر. الاي ان جي ده مضارع مستمر ملناش دعوه بيه، هنحط اس. ريدز، خلاص كده. نيجي لناين. طيب I am always، ادي I am اهي جت بعد الفاعل على طول. خلاص I am، انا دايما on time بكون في الوقت. I am sometimes late، انا احيانا منين ببقى موجود دايما في الوقت ومنين بتاخر. يبقى I'm never، يبقى هنا never. اوكي نيجي اللي بعديها. نمبر 10، ندى often. ندى مفرد صح؟ watch ازاي بقى؟ هنحط اس في الاخر. اس عشان الفعل اللي منتهي
بي سي اتش او اس اتش بنحط له اي اس. هو احنا غيرنا في الامتحان كده الايه؟ احنا غيرنا في الامتحان كده على ايه لو ما حطيش اي اس؟ لا 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 مش للدرجه دي، بيفوته كتير، بيفوته كتير. لا لا خلاص. نمبر 11 عمر دونت. طب هي بديه كده من غير ما اكمل الجمله دازنت، يبقى بدل دونت احط دازنت. امال انتوا عاملين ازمه ليه؟ قلتوا حلو معايا ماشي. طيب 12، طب خلاص بقى نحل مع بعض اهو. On Saturdays ايام السبت I always gets اه عشان اه يبقى لازم هنا get، هنشيل الاس، هنشيل الاس. 12 هتبقى I always get up. طب ما تتناقشي معايا انا، قولي لي عايزه. ها 13 How often، كم عدد المرات do you لا ميت هنا دي ماضي اوكي. ميت هتبقى دبل اي ليه؟ برافو. اي سؤال في دو او داز او ديد لازم الفعل في المصدر واحنا مغمضين. ده اللي بحاول اشرحه الاولى اعدادي مش فاهمين والله. نمبر 14 وي اولويز سبيكس اولويز سبيك. برافو. يبقى احنا هنشيل الاس من هنا عشان وي لازم سبيك. اوكي تمام اشتغل على الاسم. اوكي 15 وي اولويز جو تو ذا بيتش ان وينتر. احنا دايما never. بنروح برافو. يبقى بدلها نيفر. ماشي يا بنتي اديني فرصه. 16 هاو ماني دو يو جيت اب ات 6:30 ام. كم مره بتصحى الساعه 6:30؟ فقال فقال twice a week، مرتين في الاسبوع. يبقى احنا لما نلاقي في الاجابه ذكر عدد المرات هقول هنا how often على طول. متشكرين يا رجال. اللي بعديه correct puto ولا ده ايه؟ اه ده choose typed. ماشي choose بقى على طول. number one my father. يلا بتدور بقى. my father to work by car. يبقى هو اه عادة يروح الشغل بالعربية. طبعا عشان my father هو الفاعل فلازم ظرف التكرار بعديه على طول، و my father فهو مفرد يبقى الفعل اخره اس، يبقى usually goes. اوكي نمبر 2 اتفضل. مسز ميرفت. مالها بس ميرفت؟ جوز مسز ميرفت goes to work early. بتيجي او الشغل بدري. she never comes late. هي ابدا مش بتيجي متأخر، يبقى دايما بتيجي بدري، تبقى always. بعد كده number 3 she has a gymnastics lesson اللي هو حصة الجيم. okay she only goes on Saturdays ايام السبت. يبقى بتاخدها كم مرة؟ once a week. اوكي ده سؤال خبيث ليه كده انت؟ حرام عليك، العيال هتضيع مننا ايه اسئله خبيثه. my brother practice اخويا بيتمرن his favorite sport او بيتدرب الرياضه المفضله كم مره؟ لسه ما نعرفش. he never misses a day ما فوتش ولا يوم. اوكي بيتمرن افري دي. هو عليك سندريلا الدور؟ اوكي لا لسه ايه خلاص ليه لسه الاختيارات او فاضل كم واحده؟ انتوا بتبيعوني ليه؟ ده لسه احنا في 5 مش 5 امال ايه اللي عندي ده؟ والله انتوا مش كامل عندكم. طب استنى بس، طب خلاص كده يلا باي باي كفايه.